أهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين في هذا التقرير حول موضوع صراحة أشغل مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، من لما شركة فيسبوك أتاحت خدمة البث المباشر وشركة أيضا إنستغرام أتاحت خدمة البث المباشر. خلينا نشوف آراء الناس حول هذا الموضوع، خليكم معنا. مساء الخير. مساء النور. كيف حالك؟ حبيب قلبي. عرفنا بحالك أول شيء. أمجد. عندك فيسبوك يا أمجد؟ شيء طبيعي. طيب شو رأيك بالناس اللي بتطلع لايف على الفيسبوك؟ تطلع لايف؟ بصراحة أنا واحد منهم. يعني أيوة. أها شو بتطلع لايف على الفيسبوك أنت؟ يعني شو المحتوى اللي بتقدمه للمتابعين اللي عندك؟ يعني إحنا بجروب، يعني بنعمل مسابقات بالجروب، يعني يعني مسابقات اللي بفوز بحكم على الثاني. مسابقات وإلها جوائز؟ لا هي إلها جوائز، يعني حاليا ما فيش جوائز، يعني لسه لقدام شوي، يعني احنا قاعدين نطور الجروب شوي شوي، بس بالوقت الحالي يعني قاعدين نعمل مسابقات يعني بناتنا حكم خفيف زي اللعبه، يعني بس انه نطور من الجروب، يعني بس انه مش اكثر، يعني ان شاء الله قدامنا حيصير في جوائز، يعني بس من جروبنا يلا لايف. يلا شكرا حبيب قلبي. له ايجابيات وله سلبيات. اعطينا الايجابيات واعطينا السلبيات. اوكي، الايجابيات انه بصير كل شيء مكشوف، ما في خصوصيه، بصير كل شيء عن جد، بيت مش بيت، شغل مش شغل، كله ببين. ولا وايجابياته انه حلو الواحد لما بده يشارك شيء معين، حفله شغل، هات بشارك مين ما بده فيه. يعني طيب بتشوفي مثلا على المستوى الرياضي او على مستوى ريال مدريد برشلونه فيصلي او وحدات، مختلف المواضيع هاي، بتشوفي في ناس بتطلع لايف على الفيسبوك بتبث خطاب مثلا تفرقه او عنصريه او شيء زي هيك؟ ممكن يصير زي هذا الحكي، انا بشوف انه سلبيه مو ايجابيه، لانه ممكن تسبب يعني مشاكل بين الناس. طلعتي لايف قبل هالمرة ولا لا؟ مش بيني وبينك، قدامنا. لا ما طلعت. لا لا. بتتفاعلي مع ناس بتطلع لايف على الفيسبوك ولا لا؟ ما عندي استعداد. ولا على الانستغرام ولا اي شيء. في مواضيع تافهه ومواضيع كويسه، في بسوى العاب على الفيسبوك اللي هي لعبه اعرف شو جواها واربح وبجيب لك اياها لما بدك. طبعا ايش اغلب الشباب تلاقي اخر اللايف بتلاقيه شرد. تمام محمد. في مثلا مواضيع رياضية، مواضيع سياسية، مواضيع اجتماعية، ممكن يطلع شاب يطلع لايف على صفحته على الفيسبوك، تشوف هذا الشاب ممكن بفكره اللي شوي يعني متحيز لجهة معينة يبث خطاب فتنة أو عنصرية بيننا. والله أنا ما عمره مرق علي هيك حكي. يعني أغلبها بتمرق علي ألعاب بث ديني، شيوخ، عرفت؟ بس عندك فيسبوك بتطلع عليه لايف ولا لا؟ لا ابدا. ولا مره طلعت لايف؟ مره واحده. ايش المناسبه؟ المناسبه نازلين على البحر طشه شباب. يعني جو حلو، نعمل جو حلو مع الشباب. طيب كيف تشوف موضوع اللايف اللي على الفيسبوك؟ الناس صارت يعني شوي تزود، يعني مظبوط؟ صحيح جدا، من ناحيه كل واحد وفكره تقريبا. يعني في مواضيع ما لها داعي كثير كثير كثير، ما لها داعي. موضوع اللايف على الفيسبوك؟ والله انا بالنسبه لي ما بحبه. يعني حسب انت شو، زي ما قال، حسب شو حاط عندك ناس، بس انه بفوت بخصوصيه ناس كثير. يعني في ناس كل حياتها بتلاقيها لايف فيسبوك او سناب شات، هذا الشيء بالنسبه لي مضر. يعني ما يعني مش كويس الواحد كمان اللي كل شيء بسوي يبينه للناس. تفاعلت مع ناس بتطلع لايف على الفيسبوك او معجب بشخصيه بتطلع لايف على الفيسبوك؟ لا ابدا. ما لا. طلعت لايف بحياتك؟ لا بحياتي. طيب من جانب ثاني، عمرك شفت ناس بتطلع لايف على الفيسبوك بتبث مثلا خطاب فرقة على مستوى رياضي، على مستوى اي مستوى، انتخابات او شيء؟ طبعا يعني، وفي ناس يعني في اشياء هادفة، بس اغلبية الشغلات لا ابدا، يعني ما تكون هادفة. في اشياء مثلا موضوع نقاش او يعني على المواقع التواصل الاجتماعي الواحد بيحكي رايه بصورة اوضح او اقوى، ما بعرف هيك بحس الناس يعني. طيب لكل واحد بيتابعك بيطلع لايف كثير على الفيسبوك ومواضيع مش هادف، شو بتحب توصل له رساله؟ بلا منها. بلا منها. بلا منها. شكرا لك حبيبي. الله يسعدك. زي ما شفتوا اعزائي المتابعين، هذا هو راي الشارع الاردني حول موضوع اللايف على الفيسبوك. الناس بتحكي لك الناس اللي ما عندها شغله بتطلع لايف على الفيسبوك. لبرنامج بيت العيله حمزه المعلم.